من غبار المعركة إلى الملابس الموحدة لما بعد الأسر، تعود براءة الطفولة لوجوه هؤلاء الفتية الذين أريد لهم أن يكونوا زارعي ألغام وحاملي بنادق. بعد أن غلفت الميليشيا عقول الصبية بحرب مقدسة، فمضت حاملة سلاح الكبار وأفئدة طرية لا تدرك معنى الموت أو واقع الحرب. أعداد غير قليلة أصبحت تشكل أهم قوات الميليشيا في حربها، أجبروا على حمل السلاح بحجة حربهم ضد الدواعش والتكفيريين. سلموا لنا سلاح ورجع قالوا ما بدنا ننزل عدن، قالوا احنا بيعسكرونا. لا يعود الأطفال من جبهات حرب الحوثي إلا من نجا منهم ووقع أسيرا بأيدي المقاومة التي أسرت أعدادا غير قليلة. في ساحات المواجهات تتضح الصورة من خلال من يتم إلقاء القبض عليهم في جبهات القتال، سواء في عدن أو مارب أو أولئك الذين سلمهم التحالف العربي للحكومة اليمنية عبر الصليب الأحمر. يقول مهتمون أن حركة الميليشيا الحوثي يمثل الأطفال قرابة 70% من قوام مجنديها بعد أن خسرت قواتها المدربة سابقاً، وتعمد الميليشيا على تجنيد الأطفال إجبارياً والزجو بهم على حدود المملكة ومناطق المواجهات. لا يجد الحوثيون حرجاً في عرض جثامين الأطفال الذين قتلوا في صفوفهم وقد علقت صورهم على نعوشهم وعرض ذلك عبر شاشات فضائياتهم، ومع ذلك تتعامى عنهم المؤسسات الدولية خصوصاً تلك المعنية بالطفل، بل وتغض الطرف لحملات ودعوات الميليشيا لتجنيد الأطفال من داخل المدارس وتقدمهم قرابين حرب، وبالمقابل تورد أرقاماً هزلية مقارنة بالواقع. يقول البعض أن الميليشيا تجد غطاءً دولياً من قبل المؤسسات الدولية العاملة في اليمن وتواطؤ العاملين فيها، مما يوفر الدعم لها ويغيب حقوق الضحايا. يقول خبراء في القانون الدولي أن تقرير الأمم المتحدة الذي أدرج التحالف العربي في اليمن في اللائحة السوداء للدول والجماعات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات والحروب جاء لأبعاد سياسية ومبنيا على مصادر أحادية الجانب، وهو قول تؤكده الوثيقة التي نشرتها قناة الجزيرة، وهي عبارة عن خطاب لممثل الأمم المتحدة أبو الزلف المتواطئ مع الميليشيا وتضليله المجتمع الدولي عبر تقاريرها التي يستقي معلوماته من الميليشيا حول الانتهاكات في الحرب.